ليسوا بأمازيغ، ماذا تقصد؟ نعم يعني ماذا تقصدين بهذا القول؟ هل ليسوا أمازيغ، لأن الأمازيغ الحقيقي هو الذي يكون كامل الوعي. نحن ولكن ما علاقة الأمازيغ بدولة إسرائيل؟ ما هو الرابط بينهم؟ علاقة إنسانية، علاقة أخوة، علاقة أنهم شعب ونحن شعب وكلنا شعب الله. أين هو المشكل؟ العدو الحقيقي للأمازيغ هو ذاك العربي وذاك الإسلامي والإسلاموي والإرهابي الذي يأتي لنحو هويتنا، للقضاء على وجودنا، وليس إسرائيل. إسرائيل لم تسيء إلى أي شعب في الأرض، بما في ذلك فلسطين. ها؟ أنا في نظري إسرائيل لم تسيء إلى أي شعب ولا إلى أي شخص. بالكاد إسرائيل تحاول أن تبعث نفسها من رماد الإبادات، سواء الإبادات القديمة باسم الإسلام التي ذهبت ضحية لها، أو الإبادات في بداية القرن العشرين، أو الإبادات الآن التي تقوم بها المنظمات الإرهابية المحيطة بإسرائيل. إسرائيل المسكينة دي لا يجب أن تستحق من الأمازيغ هو شفقتهم عليها، هو دعمهم لها، هو تعاطفهم عليها، لأنها هو احترامهم لها على أساس أنها دولة لم تسئ لأي كان، بل ما زالت تمد أيديها البيضاء للإرهابيين المحيطين بها، للعرب المرتزقة المحيطين بها. إسرائيل لا، هي الملاك الذي يجب أن ندافع عنه، أما الشيطان فقد تبين.